أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. إن شاء الله بحثنا سيكون بعنوان أساطير التيمية تذبح المسلمين، وهو بحث عقائدي من فكر السيد الصرخي الحسني دام ظله. والبحث إن شاء الله يتكون من مقدمة وأربعة مباحث والخاتمة. نبدأ بالمقدمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الواحد الأحد الفرد الصمد، وصلى الله على محمد وآله المنتجبين. وبعد، نتعرض في بحثنا هذا إلى إحدى الوقفات التي أشار إليها المحقق الكبير السيد الصرخي الحسني في بحثه الموسوم، وقفات مع توحيد التيمية الجسمي الأسطوري، حيث أن السيد أسمى كل وقفة من هذه الوقفات أسماها أسطورة، وهي مقتبسة من كتاب ابن تيمية بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية، والتي بلغت إعدادها الوقفات التي بحثها السيد تقريبا بلغ عددها 35 وقفة، فكانت 35 أسطورة، وحقا إنها أساطير. والأسطورة كما في المعاجم حكاية غريبة يغلب عليها الخيال، أو هي خرافة وحديث ملفق لا أصل له. فالتوحيد الذي جاء به ابن تيمية من هذا القبيل، أي لا أساس له لا في القرآن ولا في السنة الشريفة كما سنرى في طيات البحث. لكن المأساة أن هذا التوحيد أو هذه الصيغة التي يطرحونها يفرضونها بالقوة بالعنف، ومن لم يقل بهذا التوحيد ولم يصدق به ويتبعه فإن مصيره الذبح، مع أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أكثر من موضع وفي أكثر من حديث، وفي هذا الحديث يقول: والذي نفسي بيده لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. من هنا كانت الضرورة ملحة لمناقشة وكشف تلك الشبهات والانحرافات لتصحيح وترسيخ الجانب الفكري العقدي عند المسلمين كافة، ليكون الجميع في خندق واحد ضد التكفير وسفك الدماء. والمناقشة ستكون إن شاء الله بصيغة المقارنة بين المنهج التكفيري التيمي وبين الثوابت التي اتفق عليها كل المسلمين، والكلام في أربعة مباحث. في المبحث الأول ناقشنا التوحيد التيمي مقابل التوحيد الأصيل الحقيقي، وفي المبحث الثاني أثبتنا تعدد الآلهة على مبنى التيمية. أما المبحث الثالث فأوضحنا فيه كيف أنهم أبدلوا المحاججة بالحسنى بالإرهاب. وفي المبحث الرابع تعرضنا إلى موقف ابن تيمية وأتباع تيمية من موقفهم وموقف الأئمة التيمية من ذبح إنسان يوم العيد بعنوان الأضحية. أيضا عمدنا إلى أن نحتج على أتباع التيمية ومن صدق به بما جاء في كتابه بيان تلبيس الجهمية، ونثبت بطلان وأسطورية آرائه وتحجر أفكاره وانقطاع حجة أتباعه ليعودوا إلى رشدهم ويتبعوا الدليل والبرهان، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، فيعم الأمن والأمان ويسود السلام.
الآن المبحث الأول هو هروب تيمية من أصل التوحيد. قال تيمية في بيان تلبيس الجهمية وحكوا عن طائفة من المعتزلة وغيرهم إنكار رؤية الله. هذا المقطع من كتابه بيان تلبيس الجهمية، حيث تحدث تيمية في هذا الموضوع ومواضع أخرى عن الجهمية بما فيهم المعتزلة والأشعرية، حيث قال في مجموع الفتاوى، كتاب لابن تيمية مجموع الفتاوى: وكان يحيى بن عمار يقول المعتزلة الجهمية الذكور والأشعرية الجهمية الأناث، ومرادهم الأشعرية الذين ينفون الصفات الخبرية، لكن مجرد الانتساب إلى الأشعري بدعة. هذا المقطع من بيان تلبيس الجهمية. فلو سألنا عن من يتحدث أئمة هذا الخط، يعني هذا ابن تيمية قال هذا الكلام، حكوا عن طائفة من المعتزلة وغيرهم، وجاء من بعده أو في موضع آخر في مجموع الفتاوى يقول المعتزلة الجهمية الذكور والأشعرية الجهمية الأناث، لو سألنا عن من يتحدث هؤلاء وينتقصون ممن، نعلم أو نعرف أن الكلام يشمل كل المسلمين، والسبة لأهل السنة والجماعة، فالكل مشمول وليس الشيعة فحسب. يعني هناك من يذهب إلى أن عداء أو مواقف التيمية من السنة فقط، لا، نقول ونثبت هنا أن التيمية ومن سار على نهجهم يستهدفون كل الفئات عدا من التحق بهم وسار على منهجهم. وهنا نقول الشيعة لم يذكرهم بالنص، وإنما عبر عنهم بكلمة وغيرهم، مع أنهم يقولون بعدم إنكار رؤية الله سبحانه وتعالى، لا في الواقع ولا في المنام ولا في اليقظة. فهو يريد بهذا أن يكون المحور الرئيس عنده توحيده الخاص، توحيد الإله الجسم الشاب الأمرد الجعد، الذي يأتي للمغرر بهم من أتباع هذا المنهج في المنام ويأمرهم بقتل المسلمين. لذلك فإنه ينفي ذكر أهل البيت عليهم السلام. لماذا؟ حتى ينتفي معهم التوحيد الحقيقي. فهو يحاول أن لا يأتي بهذا الاسم ولا يجعل الشيعة كمحور للنقاش. لماذا؟ لأن ذكر الشيعة سيجعل المقابل يبحث عما عند الشيعة، وعندما يبحث سيجد رموز وأصل التوحيد عند الشيعة، سيجد أقوال أمير المؤمنين عليه السلام التي تجسد التوحيد الحقيقي الذي جاء به القرآن الكريم. فيعمد تيمية وغيره يعمدون إلى التدليس وخلط الأوراق ويهيئ الفرصة المناسبة لطرح توحيده الأسطوري الخرافي المكفر للجميع والمهلك والمدمر. المبحث الآخر هو تعدد الآلهة عند تيمية. قال ابن تيمية في نفس الكلام: وليس في رؤية الله في المنام نقص، وإنما ذلك بحسب حال الرائي وصحة إيمانه وفساده واستقامة حاله وانحرافه. إنه تحدث عن رؤية، الكلام عن الرؤية، وفيها الرؤية فيها رائي ومرئي، والذي يفترض أنه الله تعالى عما يصفون. فيقول: وإنما ذلك، في قوله ليس في رؤية الله في المنام، ليس في رؤية الله في المنام نقص، وإنما ذلك بحسب، وإنما ذلك مقصود به النقص، أي النقص في المرئي. يقول: النقص في هذه الصورة التي يراها النائم يختلف بين رائي وآخر. وهذا يعني هذا كلامه، أن هناك نقص في هذا، إقرار منه من تيمية وتعبير عن رأيه في أن هناك نقص في الله جل وعلا. وهنا نسأل أتباع هذا المنهج: هل إن تعليق النقص على حال الرأي ينفي النقص في صورة المرئي؟ يعني لو تلاحظ يقول
يعني هذا الصورة التي يراها تعتمد على حال الرائي وصحة إيمانه وفساد عقيدته. إذن تتفاوت الآلهة بالزيادة والنقصان، وتتعدد صور المرئي تبعاً لذلك، وتتكاثر صور الإله بعدد الأشخاص، وتتضاعف أعداد الآلهة حتى عند الشخص الواحد، حيث يقول تختلف الصورة بحسب حال الرأي وبحسب درجات الإيمان أو درجات الانحراف، يعني إلحاد أو كفر أو شرك. فالكلام عن حال الرأي ظاهر في أنه يعني أن لهذا الرب الذي يراه صور متعددة ومختلفة بعدد الأشخاص ومضطردة بحسب اختلاف أحوالهم وبحسب مستوياتهم. فنفس الشخص تتعدد عنده الرؤية أو رؤية ربه بحسب حاله، فإن آمن يراه بصورة تختلف عن صورة ربه إن أصبح فاسقا، وكذلك إن أمسى كافرا أو ملحدا أو مشركا. إذا كان الإنسان الناس المتعددين يرون أرباب، كل يراه في صورة مناسبة له، والشخص الواحد يرى ربه بحسب حاله في حال كونه مؤمن ودرجات الإيمان مختلفة، إذن الصور تختلف. وإذا فسق عن الدين أيضا يرى بصورة أخرى، والكافر والملحد والمشرك وغيرها. فكم يكون عدد الآلهة في هذه الحالة؟ إذن هنا إذا كانت الآلهة متعددة، هل يبقى مجال لطرح التوحيد؟ هذا التوحيد الذي يقترحه ويطرحه تيمية. يقول في نفس كتابه أيضا، الإنسان قد يرى ربه في المنام ويخاطبه. يعني هنا هو يقطع أو يعمل على كون أن الصورة المرئية التي يراها الرأي هي إله وهي رب، يعني لا محال. حينما ترى هذه الصورة هذا إلهك، هذا ربك كما يذهب إليه، ولكن لابد أن تكون الصورة التي رأه فيها مناسبة ومشابهة لاعتقاده في ربه. فإن كان إيمان واعتقاده مطابقا، يقول أتي من الصور وسمع من الكلام ما يناسب ذلك. لو توقفنا عند هذا الطرح أو هذا المقطع، يقول يرى ربه في المنام ويخاطبه. كل الصور المرئية تكون آلهة، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، كل الخطابات بين المرئي والرائي تكون تشريعات، كلام يصدر من إله أو من رب قطعا يكون تشريع، وعلى المعبود أن يلتزم، على الرائي أن يمتثل في كل موقف لأمر ربه الشاب، حتى لو كان الأمر بإباحة الدماء والتفجير وقتل الأبرياء، وطبعا كل ذلك بناء على الرؤيا. ولهذا يعني بناء على ما جاء به تيمية، تحصل تفجيرات على الأبرياء ومن مختلف المذاهب والملل والنحل والأقوام والدول. لماذا؟ لأن الأرباب مختلفين ومتعددين، وكل إله يأمر معبوده بما يشتهي. فجعل تيمية التعدد بديلاً عن التوحيد، بدل أن يطرح التوحيد ويعطي التوحيد صورته الحقيقية التي تجسدت بالقرآن وأقوال الرسول وأقوال المعصومين سلام الله عليهم، أتى تيمية ليطرح توحيده بهذه الكيفية والأسطورة بدلاً عن الحقيقة والوجدان. من هنا جاءت التسمية بأساطير تيمية التي عنونها السيد الصرخي دام ظله عند مناقشتي لكتاب بيان تلبيس الجهمية. لماذا؟ لأنها أساطير وخيالات بحق، وخرافات وأوهام ليس لها واقع. المبحث الثالث هو العدوان والإرهاب بدل النقاش، منهج تيمي. يعني هنا سترون لماذا وصل الحال بالأمة الإسلامية إلى ما نرى اليوم. نقول إن البحث في سياق العلم والأخلاق والإنسانية والإسلام والنقاش وطرح الآراء وإن اختلفت لا إشكال فيه،
قال تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. يعني في هذه الآية القرآنية أن الاختلاف وارد، وخصوصا في الأمور الدنيوية للإنسان أن يرى ما يرى ويطرح ما يطرح، بعد النقاش وبعد المداولة يمكن أن يصل إلى نتيجة من قوله وإثبات قوله أو يتخلى عنه. فالاختلاف موجود ما دام الإنسان في الدنيا وهو حالة صحية وسليمة، والمسألة يجب ألا تخرج عن كونها ضمن البحث والنقاش العلمي النظري، ولا بد من احترام رأي واختيار ومعتقد المقابل حتى لو اختار ما ذهب إليه التيمية. يعني هنا سنتطرق إن شاء الله إلى قضية خلق القرآن وأنه خالق أو مخلوق، هذه الشبهة. تيمية يقول لا خالق ولا مخلوق، يعني حتى لو الإنسان اختار هذا الرأي المفروض أن يكون ما يدور بين الناس هو نقاش وحوار وطرح حجة ودليل، لكن نجد أتباع النهج الأموي التيمي يتدرجون في الخروج عن سياق تبادل الآراء، لا يبقى الحال عندهم في هذه الدائرة، في دائرة النقاش والحوار وتبادل الآراء، لكنهم ينتقلون من الانتقاص من الآخرين إلى الاتهام بالخروج عن الدين والاتهام بالزندقة وبالضلالة وبالخروج عن الإسلام، حيث يقول تيمية، لاحظ ماذا يقول: المعتزلة مخانيث الفلاسفة والأشعرية مخانيث المعتزلة. وهذا انتقاص من هذه الفئات الإسلامية، ويذهب إلى الاتهام، يعني أبعد من الانتقاص إلى الاتهام بالخروج عن الدين والاتهام بالزندقة عند مناقشة هل أن القرآن خالق أو مخلوق. في هذا الموضع سنرى ماذا يقول التيمية، وهذه المسألة هي من المسائل الكلامية التي طرحت بين المسلمين في القرن الثاني الهجري، وهي مسألة قدم كلام الله وحدوثه، والتي عرفت بمحنة خلق القرآن، وهي مسألة ليس منها طائل. وقد أمر أهل البيت سلام الله عليهم أصحابهم بعدم الخوض فيها لأنها لا طائل منها ولا نتيجة. وعلى العموم من أهم الأقوال في هذه المسألة هو جعل التكلم من صفات الذات والقول بقدمه، وتبنى هذا القول الحشوية والحنابلة وعلى رأسهم أحمد بن حنبل، قال في كتاب السنة، لاحظ ماذا يقول ابن حنبل، يقول: والقرآن كلام الله ليس بمخلوق، فمن زعم أن ألفاظنا بالقرآن وتلاوتنا له مخلوقة والقرآن كلام الله فهو جهمي. هاي ابتداء هذه التهمة، هذا الذي يقول بهذا جهمي. ومن لحظ ومن لم يكفر هؤلاء القوم كلهم فهو مثلهم، الذين يقولون هذا القول جهمية، من لم يكفرهم فهو مثلهم أيضا جهمي، فهو جهمي. ومن زعم أن القرآن كلام الله عز وجل ووقف، لاحظ من وقف ولم يقل مخلوق ولا غير مخلوق، يعني أنت إذا وصل تفكيرك إلى أحد هذا المقام وقلت أن هذا القرآن مخلوق أو كلام الله وتوقفت، ماذا يقول بحقك؟ من وقف ولم يقل مخلوق ولا غير مخلوق فهو أخبث من الأول، أخبث من الجهمي. ومن زعم أن ألفاظنا بالقرآن وتلاوتنا له مخلوق والقرآن كلام الله فهو جهمي. ومن لم يكفر هؤلاء القوم كلهم فهو مثلهم، هذا قول ابن حنبل. يقول، لاحظ ماذا يقول: وكلم الله موسى تكليما، من الله سمع موسى يقينا، وناوله التوراة من يده. الله له يد حسب ما يذهب إليه
ابن حنبل. ومعنى هذا القول يجاء في قول الله تعالى لموسى عليه السلام لن تراني، يعني الآية القرآنية واضحة، لا أعلم يعني كيف غابت هذه الحقيقة عن ابن حنبل أو عن أتباع ابن تيمية. القرآن على الله سبحانه وتعالى على لسان موسى يقول لن تراني، وقوله لا تدركه الأبصار، فكيف يرى الله تعالى عند التيمية ويناوله التوراة الكتاب يناوله بيده، جعل لله يدا. لكن لا مجال لجعل لهذا الكلام وهذا الموقف مدخلا للتكفير والإرهاب وسفك الدماء. وإن قال بهذا، يعني ما دام هي القضية قضية رأي وقضية فكر وقضية معتقد، المفروض لا يصل الحال إلى أن نكفر الآخر ونبيح دمه، في حين تجد الردود وحشية همجية من أئمة التيمية: جهمي، كافر، وهذا خبيث، وهذا أخبث منه. يعني هذه الألفاظ المفروض لا ترد في مثل هذه المقامات. فلا يمكن أن تتصور العيش بإنسانية وكرامة وأمن وأمان وإنسانية مع مثل هؤلاء. يقول السيد الصرخي في إحدى محاضراته: هذا الذي نعترض عليه، يعني هذا التكفير وسفك الدماء والدفع نحو الإرهاب، هذا الذي نعترض عليه. أما طرح الرأي والفكر والمعتقد بحرية فلا إشكال ولا اعتراض عليه، فالجميع يقول أن الله تعالى تكلم وأنه قد كلم موسى تكليما، ويجزمون أن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا، وحتى المعتزلة يقرون ويصدقون بذلك. لكن الاختلاف أن يعني من يقول أو يعترض هنا أن للتكلم معنى آخر يليق بمقام الله تعالى، وكذلك الخلة لها معنى آخر يليق بمقام رب العباد سبحانه وتعالى. فنرفض أن يكون هذا مجالا للإرهاب وسفك الدماء. المبحث الرابع هو التيمية يذبحون البشر يوم العيد. هذه بدعة وهي ثابتة وموثقة في كتبهم وأقوال أئمتهم وزعمائهم. يقول السيد الصرخي دام ظله في هذا المقام وعندما استعرض هذه الحادثة، يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول: لكننا هنا نريد أن نسجل الجانب الإرهابي والإجرامي عند أتباع الفكر الأموي التيمي. هل توجد بدعة إرهابية أجلى وأفحش وأقبح من هذه البدعة؟ بأن يأتي ما يسمون أمير العراق خالد القصري في يوم العيد أمام الأشهاد، يأتي بالجعد ومهما كانت جريمته، وبعد خطبة العيد يقول: أيها الناس ضحوا يقبل الله ضحاياكم، فإني مضحٍ بالجعد ابن درهم. فيتساءل السيد الصرخي: من فعل هذا قبل القصري؟ هل النبي فعل هذا؟ ومن من الصحابة فعل هذا الفعل القبيح الشنيع؟ يذبح إنسان مسلم وفي يوم عيد المسلمين بسبب رأي وفكر وعقيدة؟ وهنا نقف عند أقوال أئمة التيمية بحق أميرهم الأموي خالد القصري، يعني هم يتذكرون هذه الحادثة ويعطون رأي فيها، وقطعا آراءهم عند أتباعهم تكون مقدسة ومقبولة وأشبه ما يكون بالتشريع. نرى كيف أنهم يمجدون ويبررون هذه البدعة الإرهابية الوحشية. لاحظ الذهبي في سير أعلام النبلاء يقول: شهدت خالدا القصري في يوم الأضحى يقول: ضحوا تقبل الله منكم، فإني مضحٍ بالجعد بن درهم، زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا،
ولم يكلم موسى تكليما، تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا، ثم نزل فذبحه. قلت، الذهبي يقول قلت هذه من حسناته هي وقتله المغيرة الكذاب. يعني هذه الفعلة، يذبح إنسان مسلم لأجل عقيدته ولأجل رأيه وفي يوم العيد ويسميها أضحية، يقول هذه من حسنات خالد القسري. لاحظ هذا الذهبي. ابن القيم قال في مقتل الجعد وهو يمجد بالقسري، يعني في أبيات شعرية، يقول: ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القرباني، إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني. شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني. يقول شكر الضحية كل صاحب سنة. أهل السنن، يعني إحنا المعروف أن السنة هي سنن الأنبياء، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول كأنما يشكر هذه الفعلة، يشكر له هذا الموقف. أما محمد أمان الجامي، وفي نفس المناسبة في قضية قتل الجهم، يقول: فجزى الله خالدنا القسري والعلماء التابعين خير الجزاء على صنيعهم الناصح. يدعو الله أن يجزيهم جراء هذه الفعلة. في هذه المقام وفي هذه المناسبة، يقول سماحة السيد الصرخي دام ظله المبارك: ليخرج المعتزلة بأفكارهم وبما يملكون من عقل وعلم وفهم ودراية، ليكشفوا ما عندهم من وقائع وحقائق، ويستغلوا الظرف والثورة وهذا التقدم والانفتاح المعلوماتي، وليوصلوا ما عندهم ويكشفوا كذب وافتراء ما حصل على الجعد، لأن هذا الادعاء على الجعد هو عبارة عن كذب وافتراء من العمائم ومن خالد القسري وغيره. يعني حتى هذه التهمة التي نسبوها إلى الجعد هي غير حقيقية. إذن على هؤلاء، على المعتزلة، أن يخرجوا هذه الفرصة لأن يسمعوا صوتهم. هؤلاء الذين مر ذكرهم هم أئمة وأمراء المنهج الأموي التيمي المارق. وليعلم الجميع من أين يأخذ الإرهابيون أفكارهم، ولماذا ينفذون جرائمهم بالأبرياء بدم بارد ودون تردد. يعني إذا كان الإمام، إذا كان المنظر لهذا المذهب ولهذا المنهج هذا كلامه وهذا موقفه من القتل وإباحة الدم، فكيف يكون الأتباع؟ وفي الخاتمة نعرض إلى ما توصلنا إليه، نقول إن طرح الرأي والفكر والمعتقد بحرية لا إشكال ولا اعتراض عليه، لكن عندما تكون الردود وحشية وهمجية وإرهابية كما هو المنهج التيمي الأموي فهذا ما نعترض عليه ونرفضه بشدة. وبعد أن ثبت لدينا تكفير التيمية لجميع المسلمين وبالتالي استباحة أموالهم وأعراضهم وحلية سفك دمائهم، أصبح تصحيح وترسيخ الجانب الفكري العقدي بالحوار والنقاش وبالمجادلة بالحسنى عند المسلمين كافة هو ضرورة للتقليل من تأثير أصحاب ذلك الفكر المتطرف على العوام والبسطاء. فيجب أن يكون المسلمون جميعا جبهة واحدة، لأن إرهاب التيمية يستهدفهم جميعا، بل يستهدف الإنسانية جمعاء. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.